مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. هولوكوست رفح، علم فلسطين على البرلمان الايطالي، انجاز جديد للاهلي، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. القضية الفلسطينية كانت متصدرة الترند الأسبوع ده بأكتر من حاجة، كان في طبعا مقدمتهم هاشتاج مذبحة رفح، واتصدر الترند في العالم كله تقريبا بعد القصف الوحشي على مخيمات اللاجئين في شمال غرب رفح واللي نتج عنه مئات الضحايا. وكانت الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي هي أكتر صورة اتصدرت الترند مع الهاشتاج، واللي بتصف اللي حصل وبيحصل في رفح بأنه هولوكوست جديد. ولسه مكملين كلامنا عن القضية الفلسطينية، ولكن المرة دي هنشوف مع بعض فيديو من إيطاليا، وده الفيديو اللي ظهر فيه ستيفانو أوبوزو، وهو طبعا النائب الإيطالي السابق، وهو بيرفع علم فلسطين على مبنى البرلمان الإيطالي زي ما هنشوف دلوقتي. أما تاني فيديو اتصدر الترند فكان فيديو أهالي قطاع غزة وهم قاعدين في المخيمات بيتابعوا وبيشجعوا النادي الأهلي في مباراته قدام الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة للفيديو التاني واللي ظهر فيه جمهور الأهلي أثناء المباراة وهم بيهتفوا لفلسطين. تصدر فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه الترند خلال الأيام اللي فاتت محليا وعالميا، وده طبعا بسبب الإنجاز الكبير وكمية الأرقام القياسية اللي حققها الأهلي بالفوز ده. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة الأهلي بالفوز وتمنى ليهم المزيد من النجاح والتقدم للنادي والرياضة المصرية. وكان أكتر مشهد اتصدر الترند من المباراة الفيديو الخاص بدخل الجماهير الأهلي، واللي كانت عبارة عن صورة كبيرة للنصر وبيرتدي التاج زي ما احنا شايفين دلوقتي. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز اوف ذا ويك. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب. اتصدرت قضية سفاح التجمع الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما قامت الشرطة بالقبض على المتهم وهو عمره 37 سنة وهو مصري وبيحمل الجنسية الأمريكية، وكان عايش لفترة بره مصر، وعلى حسب التحقيقات هو شخص غني وعايش في كومباوند راقي في التجمع. أغرب حاجة كشفت عنها التحقيقات مع المتهم لحد دلوقتي كانت اعترافاته اللي قال فيها أنه مش فاكر بالظبط عدد الضحايا اللي قتلهم، ولكنه أكد أن هم أكتر من 3 سيدات اللي عثر على جثثهم. وكان اللافت للنظر في القضية الطريقة اللي الشخص ده كان بيتعرف بيها على الضحايا، واللي كانت بتتم عن طريق تطبيقات التعارف المختلفة. والحقيقة إنه التطبيقات دي بقت منتشرة جدا بين الشباب حاليا، على الرغم من إنها بتمثل خطورة كبيرة، وخصوصا إنك بتتعرف على أشخاص مجهولين تماما وما تعرفش أي شيء عنهم، إلا إنه برضو بنشوف شباب وبنات كتير بيستخدموها. ولأن الموضوع خطير فعلا هيكون معانا على الزوم المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك خطورة تطبيقات التعارف المختلفة. طيب، اولا الموضوع ده طالع جديد جدا ومنتشر بين الاطفال والكبار والفئه الشبابيه في السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا بسبب قوه الاعلانات المموله اللي موجوده داخل المنصات دي. يعني الشركه اللي عامله تطبيق تعارف، احنا دلوقتي بنشرح يا جماعه بدايه انتشار التطبيقات دي وازاي انتشرت في مصر بشكل سريع كده. اولا قوه الاعلانات المموله اللي موجوده داخل الاعلانات دي مكونه من ضخم مبلغ مالي ضخم كبير جدا تم انتشاره على السوشيال ميديا عن طريق الاعلانات المموله لانتشار التطبيقات دي، وكمان انتشر عن طريق البلوجرز اللي بياخدوا فلوس
من الشركات دي وبيعلنوا لهم على الموضوع ده بحيث ان هم مش عارفين مدى خطورة الموضوع قد ايه، فبالتالي الموضوع بينتشر بشكل كبير جدا، ودور البلوجرز هنا او المشاهير ان هم بيدوا ثقة اكتر للتطبيقات دي. فطبعا ده داخل التطبيقات دي بيبقى فيه شخص بيكلم شخص، فالمحادثة بينهم ما بتكونش مشهورة، فبالتالي بيتم إقناع بعض على المقابلة، وبعد المقابلة التطبيق هو بيتحمل مسؤولية كل ما يمكن لأن هو السبب في تعارف الشخصين دول. ففي شخص داخل بأكونتات ما نعرفش هو مريض نفسي أو غيره زي سفاح التجمع وغيره، وكمان في ناس برضو منتشرة في الألعاب الإلكترونية مش بس تطبيقات التعارف. أنا حبيت أوضح النقطة دي عشان الأهالي في البيوت تاخد بالها جدا من اولادها في البيت على الالعاب الاونلاين، لانه منتشر جدا يا جماعه، ناس كبيره في السن عاملين اكاونت على اساس ان هم زي اولادكم وقد أطفال. اولادكم في الاعمار، وبيستدرجوا الاولاد لدخول الجروبات. فالنقطه هنا برضو مش في تطبيقات التعارف، تطبيقات التعارف بتشكل ضرر عليك من ناحيه حاجتين. اول حاجه ان التطبيق بينزل على موبايلك ما تعرفش ايه مين اللي مصنعه ومين الشركه اللي مصنعاه، فده الخطر منه ان هو ممكن ياخد اذونات على موبايلك، وبياخد اذونات على الصوت والصوره، فبالتالي بيحصل مراقبه غير مباشره، يعني موبايلك بيكون متراقب بطريقه غير مباشره بسبب الاذونات اللي موجوده بينك وبين التطبيق. تاني خطر بيشكلوا التطبيقات دي ان هم بيوصلوك بناس ما تعرفش تاريخهم ايه، ما تعرفش ايه، بيوصلوك بصوره معينه، حتى الصوره دي بيتم فبركتها، ممكن يكون الشخص ده اصلا حاطط صوره شخص تاني وسيم عنه وبيتكلم عنه لحد ما يستدرج البنت دي بالمكان المعين، ودي تقريبا بنسبه كبيره جدا الطريقه اللي عملها سفاح التجمع، ان هو ممكن يكون حاطط صور ناس تانيه وبيستدرج البنت بطريقه معينه لحد ما يوصلها البيت الفلاني يقوم واخدها مبنجها وعامل مشاكل كتيرة زي ما حصل، طبعا. والله يحفظ الجميع أمين طبعا. يا رب. ونقطة تانية معلش حضرتك أنوه اتفضل. عليها ضروري، إنه من ناحية التطبيقات برضو مش بس التطبيقات هي اللي بتعمل كده، أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا بصفتي خبير أمن وتكنولوجيا معلومات، إحنا بنشوف العجب على السوشيال ميديا بسبب الجروبات المنتشرة بتاعة التعارف، ولكن التعارف من السوشيال ميديا خطر كبير، لأن السوشيال ميديا عمرها ما توصل مشاعر، عمرها ما توصل الأصول، عمرها ما توصل حاجات كتيرة جدا. وطبعا انت بتشكل يعني مجرد دخولك على المواقع والحاجات دي بتبقى تحت تهديد الخطر بشكل كبير جدا بسبب مفهوم اسمه الهندسة الاجتماعية. المفهوم ده انا يعني خدت سنين فيه ودرسته في الجامعة وبعد الجامعة، لان مفهوم الهندسة الاجتماعية ده مهم جدا في استدراج الناس بطريقة غير مباشرة وبأهوائهم. يعني مثلا انت عايز تتعرف على بنت، فخش على التطبيق ده عن طريق الفيديو اللي انت شفته ده هتلاقي بنات كتيره زيها جوه، فيقوم داخل، والعكس صحيح. انا لو سالت حضرتك يا استاذه ريهام ايه اكتر فئه بيتم ابتزازها الكترونيا، حضرتك هتجاوبي هتقولي ايه؟ انت والمشاهدين. مش عارفه بصراحه. لا، هو اكتر فئه الناس دايما يعني بتقولي ان هي بيتم شباب تحديدها اكيد. الكترونيا البنات، بالظبط كده. انا لكن قلت انا الشباب عامه. بحكم لا ال ال الاكثر فئه بتبتز الكترونيا هم الرجاله مش البنات بس. الرجاله ازاي الراجل بيبتز الكترونيا؟ ان هو بيمشي ورا اهوائه وبيدخل يكلم الاكونت اللي هو عليه صوره البنت اللي مسروقه من الجروبات، وهو اصلا مش بنت اللي عاملاه الاكونت، وبيتم استدراجه لحد ما يعمل مكالمه فيديو كول بينهم وبين بعض، وياخد الفيديو اللي صوره بشكل غير لائق ويتم تهديده الكترونيا بيه. والحالات دي بتمر عليا كتير جدا الحمد لله، وبشكر وزاره الداخليه مباحث الانترنت رقمهم 108 على جهودهم الفعاله في حلول المشاكل اللي زي دي. فطبعا النقطه دي مهمه جدا، والكلام كله جاب بعضه بسبب ان كل دي مشاكل بتحصل عن طريق بس تحميلك للتطبيق. فخد بالك عشان خاطر بنتك او ابنك او انت او زوجتك او ايا كان ايه اللي بيحصل ما يكونوش ضحيه تحت التطبيقات دي. ولادنا وهم قاعدين على الايباد او على الموبايل بيلعبوا جيمز، بيطلع لهم اعلانات، الاعلانات دي بيكون عن التطبيقات التعارف، هل في طريقه نعملها ان احنا نوقف بيها الاعلانات دي؟
ايوه، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هنجاوب الموضوع ده من ناحيتين. اوكي اول ناحيه ان احنا لو مسكت الموبايل كده هنلاقي ان النوتيفيكيشن ظهر في شريط الاشعارات كتير قوي، اعلانات غير لائقه، اعلانات مش كويسه، اعلانات تحميل مثلا موبايلك في خطر والكلام ده، وبمجرد دوستك على الاعلان ده ممكن ينزل تطبيق يوديك لحته تانيه خالص تسرب بياناتك. فعشان نعالج الموضوع ده خلي الناس تعمل معايا خطوات معينه عشان نلغي الاعلانات دي دايما من الموبايل بتاعك وما تجيش دايما بشكل مباشر، ودايما تعمل الموضوع ده كل اسبوع. اول حاجه هتدخل على المتصفح الرئيسي بتاعك، وبعد كده هتلاقي ان هو جوجل كروم اصلا اللي بيبقى في اغلب موبايلات الاندرويد. هنبدا بالاندرويد دلوقتي، وبعد كده هتلاقي الثلاث نقاط اللي موجوده فوق على اليمين او على الشمال، ثلاث نقاط كده، ثلاث شرطات هتدخل عليها، وبعد كده هتلاقي كلمه مكتوبه اسمها هيستوري او سجل البحث. هندوس على الهيستوري او سجل البحث دي، وبعد كده هتلاقي كلمه فوق مكتوبه كلير منذ البدايه او اول تايم كلير. هتمسح كل سجل البحث اللي موجود، وكده الاعلانات كلها هتتشال، وموبايلك هتحس انه خفيف، وطبعا محدش يمشي ورا اغراءات الاعلانات دي سواء خصومات عروض الجمعات والكلام ده. طبعا. للشق الثاني بقى اللي هو الالعاب مع الاطفال، انا عايز اقول لكم ان اكبر مشاكل الالعاب، اكبر المشاكل بتيجي من الالعاب بسبب ان مظبوط الالعاب بتتغذى وبتربح على الاعلانات اللي موجوده داخلها. صح. فبالتالي ده اللي بيحصل دايما من ناحيه الالعاب، وده اللي بيحصل دايما من كده. فعشان لو لقيتوا لعبه مليانه اعلانات من دي كتير امسحوها فورا، لان في العاب كويسه بتعلم اولادكم البرمجه زي سكراتش جي ار، بتخليهم على المسار التقني، وطبعا ده المستقبل، واحنا 60% من اطفالنا هيشتغلوا شغلانات غير معروفه لو حددنا لهم المسار التقني الصحيح. مفهوم. المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات اللي اديتها لنا، وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. خلينا دلوقتي نروح مع بعض نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل فيها اكونتس المشاهير على السوشيال ميديا عشان نفهم معاكم بالارقام كل واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا ازاي وبيستخدمها ليه. نجم السوشيال لاب النهارده هو الفنان احمد فهمي. فهمي بيتابعه على الانستجرام 6 مليون و200 الف فولور، وهو عامل فولو لحوالي 951 اكونت، واهم الناس اللي بيتابعها فهمي هم محمد صلاح، علي ربيع، مصطفى خاطر وغيرهم من نجوم الفن. فهمي ناشر لحد دلوقتي اكتر من 500 صوره وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. طبعا معظم الصور كواليس وبوسترز لاعماله. فهمي معروف بصداقاته داخل الوسط الفني، لقينا انه ناشر اكتر من 30 صوره بتجمعه مع اصحابه من النجوم زي اكرم حسني، محمد انور، شيكو وغيرهم. هو كمان من اكتر الداعمين للقضيه الفلسطينيه، ودايما بينشر صور وفيديوز بيدعم بيها اهل غزه، زي ما هنشوف الفيديو ده واللي حقق 4 مليون فيو. اللي يعرف احمد فهمي كويس يعرف قد ايه هو بيحب الكلاب، ومربي عدد كبير من الكلاب في بيته، عشان كده فهمي ناشر لحد دلوقتي 40 صورة مع كلابه بس. فهمي مرتبط جدا بعيلته، فصوره مع والدته كريم فهمي أخوه ليها نصيب كبير على الإنستجرام، عشان كده بينشر صور ليه مع كريم فهمي اللي دايما بينشر أعماله زي مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر. ولأن أحمد فهمي أهلاوي جدا، فصوره مع لعيبة ومسؤولين النادي الأهلي كتيرة جدا. وبكده يبقى عرفنا وحللنا كويس أكاونت أحمد فهمي على الإنستجرام. في كتير من الأسر اللي ربنا بيرزقهم بطفل من ذوي الهمم بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه ويتعاملوا ازاي معاه او مع تعامل الناس معاه، وده طبعا لان هم بيكونوا محتاجين معاملة خاصة جدا ومجهود ومعرفة عشان تقدر الأسرة انها تساعدهم او تخليهم اشخاص ناجحين وكمان ابطال. ضيفتنا النهاردة قررت انها تسخر كل وقتها عشان تساعد وتوجه الأهالي للتعامل الصحيح مع أولادهم من ذوي الهمم، وقدرت بالفعل أنها تساعد ناس كتير سواء عن طريق المنصة اللي أسستها أو عن طريق المحتوى الخاص بها على السوشيال ميديا. منورنا الأستاذة ملك البطران صاحبة منصة كلنا. ازيك يا ملك؟ ازيك يا عاملة أمور؟ ايه؟ الحمد لله. أنا أول حاجة عايزة أعرفها أكيد إيه هي منصة كلنا؟ اوكي، منصه كلنا هي منصه الكترونيه، يعني دليل الكتروني او موقع الكتروني احنا عاملينه في صوره موقع الكتروني وفي نفس الوقت انستغرام بيج. هي بتجمع كل مقدمي الخدمات اللي بيقدموا خدمات لذوي الهمم في مصر، سواء كان اخصائيين او مدارس سواء خاصه او حكومه،
جمعيات، مؤسسات وهكذا. فاحنا بنحاول ان احنا نجمع للاهالي في مكان واحد كل الاماكن دي اللي بتقدم الخدمات، كل مقدمي الخدمه بمعنى اصح، في مكان واحد بناء على المكان والخدمه اللي بيقدموها والفئه العمريه اللي هم بيخدموها طبعا. بس ده كله بيكون على السوشيال ميديا ولا بيبقى في اماكن هم بيحضروا فيها حاجات؟ لا، هو مينلي المكان اونلاين كله، موقع الكتروني. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان هو ليه هو مش كتاب او مش اي حاجه تانية غير موقع الكتروني، لانه احنا دايما بنابديت طول ما بنلاقي خدمات زياده كل ما بنزودها على الويب سايت بتاعنا. فبالتالي الابديت السريع ده اسهل طريقه ليه هو ان هو يبقى اونلاين. بنحاول طبعا ان احنا نشوف طريقه تانية ان احنا نوصل لناس اكتر ممكن ما يكونش عندهم اكسس يعني للانترنت متوفر، ان حد ما يكونش متوفر بالنسبه له الانترنت. بالظبط الانترنت. بس ان شاء الله دي يعني في البلان المستقبليه. الخطوه الجايه يا رب. بس حاليا هو موقع الكتروني، والسوشيال ميديا بيخدم عليه يعني بيخدمه كأنه البي ار بتاعه، يعني ان احنا بنريفر الناس ان هم يروحوا الويب سايت عشان يلاقوا المعلومه، لكن الانستغرام بتاعنا بيعرفهم مين اخر الناس اللي ضافت للمنصه بتاعتنا، ايه الخدمات الموجوده، ايه الايفنتس اللي ممكن يحضروها بتدعم الاباء والاهالي، فين اخر الايفنتس او الحاجات الداعمه اللي ابتدت تظهر طبعا في مصر. فطبعا كل الابديتس او الاخبار الاخيره بنحطها على السوشيال ميديا، طبعا الناس بتكون مركزه اكتر على السوشيال ميديا اكتر طبعاً. ما هي بتفتح ويب سايت او موقع الكتروني حقيقي. كل يوم. طب وانت بتحسي ان كلنا يمكن بتدعم اكتر ذوي الهمم ولا اهاليهم؟ احنا التارجت بتاعنا او يعني مش عارفه الكلمه هدفنا. ايه هدفنا يعني ان احنا نسهل عمليه البحث عن الاهالي، يعني ده كانت في الميشن بتاعتنا ان هو احنا بنسهل عمليه البحث، لان انا ونازلي شركتي نازلي ليسي احنا جايين من هي عامله كمشروع شخصي او دخلنا الموضوع من ناحيه شخصيه واجتماعيه. الناحيه الشخصيه ان هي كبرت شايفه مامتها وجدتها في عملية بحث مستمرة لخالها اللي كان متشخص أو يعني متشخص بمرض طيف التوحد، فطبعا كانت شايفاهم قد إيه هم عملية البحث بالنسبة لهم صعبة، بالذات إن الخدمات كانت ليميتد شوية أو قليلة في مصر. طبعا عبر السنين يعني الحمد لله تطورنا، فكانت الموضوع شخصي بالنسبة لها إن هي تساعد الأهالي وتساعد الناس اللي بتدور على الخدمات. وانا من ناحيه اجتماعيه ان كنت عايزه ان احنا برضو نبسط، يعني الهدف بتاعنا في الاخر وصل لنفس الحاجه. ونفس الحاجه اي نعم. انا ما كانش عندي الحته الشخصيه اللي عند نازلي، بس كان الهدف ان انتوا الاثنين عايزين تسهلوا الموضوع على الناس اللي بتبقى عندها. ان كمان من خلال شغلنا مع الاهالي، احنا اخصائيين تاخرات تعلم، فمن خلال شغلنا مع الاهالي كان دايما بيسالونا طول الوقت نروح فين، طب تعرفوا حد بيقدم الخدمه دي، طب تعرفوا مدرسه كويسه، تعرفوا جمعيه بتقدم اكتيفيتيز لذوي الهمم. فكل الحاجات دي خلتنا ان احنا يعني حابين انه الموضوع ما يوصلش بس للناس اللي تقدر تتكلم معانا ونقدر نساعدها، لا بالعكس يوصل لعدد اكبر بكثير، فئه اكبر بكثير في حتت مختلفه. بلس ان احنا حابين موضوع انه يكون الناس عندها awareness او يعني يكونوا وعي وفي وعي شديد من ناحيه الموضوع، ان هم انت مش عيب انك انت تسال ومش عيب ان انت تدور طبعا. او لو هو حاسس بحرج ان هو يسال حد عنده منصه يقدر يروح لها ويبص فيها ويدور فيها من غير ما يعني يبدا يفهم من خلال المنصه بتاعتنا قبل ما هو يتاكد ويبدا يسال الناس ويبدا يتكلم مع عيلته واهله انه انا بواجه المشكله دي وحابب ان انتوا تساعدوني فيها. طيب انا عرفت شركتك نازلي ايه قصتها ورا منصه كلنا، انت بقى قولي لي بقى يا ملك، انت ايه اللي جاب لك الفكره بتاعت منصه كلنا؟ انا الباك جراوند بتاعي خلفيتي علم نفس، خريجه علم نفس من الجامعه الامريكيه، وبعد كده قررت ان انا اشتغل مع الاطفال عكس ان انا اشتغل في العلاج النفسي مع الناس الكبيره، عشان حسيت انه يعني لو مشينا بفكرة إنه التدخل المبكر دايما كل ما الطفل بيكون سنه أصغر كل ما بيكون الأثر اللي بتعمليه أكبر بكثير، أو يعني let's say إن هو effective أو ليه أثر يعني أكبر.
فحبيت ان انا اشتغل مع الاطفال بحيث ان هو الاثر ده يكون باين واقوى في الفتره اللي هي الفاونديشن اللي هي المراحل الاولانيه المراحل يعني. في الاول خالص. فاشتغلت طبعا مع الاطفال في التاخرات التعليميه والصعوبات التعليميه، وبعد كده احنا الاثنين رحنا عملنا الماجستير بتاعنا في انجلترا، واكتشفنا انه كمان الاهالي اللي هناك معانا في الماجستير، يعني هي حاجه عالميه برضو، الناس اللي معانا في الماجستير هم اهالي اطفال ذوي همم. فالاهالي اصلا اول ما بيلاقوا ان هم محتاجين يساعدوا اولادهم بيبداوا يغيروا حياتهم ودراستهم وهكذا، فبيبدا الموضوع يكبر. فليه نستنى لحد ما الاهل يخشوا المجال من الاول خالص؟ ده ممكن نساعدهم ان هم يلاقوا الناس الصح اللي تقدر تساعدهم. فالحمد لله وصلنا انا ونازلي لبعض في الحته دي، ان كل حد فينا عنده نفس الهدف. طبعا انتوا صحاب اصلا ولا تعرفتوا على بعض؟ احنا تعرفنا في الماجستير. اوكي. فوصلنا بقى ان احنا يعني جات لنا الفكره انه طبعا الاهالي كلها بتواجه نفس المشكله، فحابين ان احنا نساعدهم. فابتدت بقى الفكره تتطور. قعدنا نشتغل عليها سنتين لحد ما عملنا اللونش بتاعنا، يعني بدانا من سنتين، يعني قعدنا سنتين نظبط فيها ومن سنتين بدانا المنصه بتاعتنا. واخترتوا اسم كلنا اشمعنى؟ لانه احنا بندعم جدا فكره الدمج، يعني احنا بنؤمن ان كل واحد، يعني كل الناس ليها الحق في ان هي عندها نفس الفرص، ويبقى ليها الحق ان هي تعيش نفس الحياة، يتقدم لها نفس الخدمات التعليمية، يبقى عندها نفس الاكسس للمعلومات. فكلنا يعني اكنها بتشمل المجتمع، وفكرة الدمج وفكرة انه الفرص كلها تبقى موجودة ويبقى في تكافؤ. حلو قوي بجد. يعني هو طلع مننا اسهل مما تتخيلنا. بس الحمد لله يعني طلع انه ليه امباكت كبير قوي في المنصه، يعني الحمد لله. طيب ايه هي نوعيه الخدمات اللي ممكن تكون منصه كلنا بتقدمها، وازاي احنا طبعا ذوي الهمم بيختلف من حد للتاني، مش بس في نوع الحاجه اللي موجوده او اللي هو الطفل بيشعر بيها، لكن كمان في حاجات مختلفه كتير. لو انا دخلت دلوقتي على المنصه ازاي اعرف مثلا ان ده حاجه تقدر تساعد الكيس بتاعتي انا، او مع ابني انا، او مع مثلا حد من قرايبي انا مثلا بحاول اساعده. فعايز اعرف ايه نوع الخدمات اللي بتتقدم على المنصه، وعايز اعرف ازاي اساعد نفسي لو انا دخلت على الويب سايت او على السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعتكم. اوكي. على الويب سايت الحته اللي بتسالي عليها، الجزء اللي بتسالي عليه بالظبط، في يعني جزئيه عاملينها ليه في الويب سايت، وهو ازاي اعرف ان الخدمه دي هي اللي انا محتاجاها مناسبه ليا. المناسبه ليا. اوكي. احنا من الحاجات اللي الحمد لله عملناها في الاول مع الويب سايت، ان هو قبل ما نحط الناس اللي بتقدم خدمات حطينا بيج ريسورسز، يوسفل ريسورسز، او الموارد اللي ممكن الناس تحتاجها. اول حاجه في الموارد دي عباره عن مفاهيم ومصطلحات، مفاهيم ومصطلحات عن ايه الحاجات اللي ممكن يكون الطفل بيواجهها، سواء كان ممكن الحاجات الكومن اللي الناس ممكن تكون فعلا بتدور ما بينها، حطينا نحط على قد ما نقدر، مثلا التوحد، داون سيندروم، الصعوبات التعليميه اللي معظم الاطفال ممكن تكون بتواجهها في المدرسه. حطينا المصطلحات وحطينا الكاركترستكس بتاعتها او الصفات بتاعه المصطلحات دي، وايه الاختبارات اللي ممكن تروح لها لو حاسه، لو شاكه ان هو ممكن يكون بيواجه صعوبه من الصعوبات دي. وهي بتكون بس للاطفال؟ بتكون لا للاطفال والكبار. في حاجات طبعا بتاخدي بالك منها من هما في سن طبعاً اصغر عن حاجات تانية. في ناس كثيره قوي بتاخد بالها من الصعوبات التعليميه في وقت متاخر جدا، بيعيشوا حياتهم مش عارفين هم ليه مش فاهمين، مش عارف يقرا كويس، مش عارف يحسب كويس، مش عارف يكتب كويس. فناس بتعيش حياتها فعلا مش عارفه هي ليه مثلا تركيزها قليل، ليه المعلومات ما بتثبتش عندهم، بيكتشفوا ده بعد سن يعني وعمر طويل. فهديم كلها مصطلحات بتساعدك على انك انت تاخدي فكره هل الشكوك اللي عندك هي اللي موجوده في الويب سايت، هي شبه المصطلحات دي، ومن هنا تقدري تبداي. طب حتى ممكن في نوع الخدمه لو انت شاكه مثلا ان هو عايزه خدمات للتوحد، عايزه خدمات لداون سيندروم، عايزه خدمات للديسلكسيا، كل دي حاجات تقدري تدوري بيها على الويب سايت. بقى فيري سبيسيفيك، واختبارات عشان لما تروحي لحد تقولي والله انا عايزه اختبر الحاجه دي،
وهو طبعا بقى الاخصائي بيخش معاكي في تفاصيل كل ده اونلاين. كل ده اونلاين بس احنا بنحط لك الكونتاكت بتاع الاخصائي لان احنا طبعا ما نقدرش ان احنا نحجز ميعاد عند اخصائي او ان احنا عندنا احنا مش بلاتفورم بتقدم الخدمه دايركتلي، احنا بنديكي المعلومه او المكان اللي محتاجاه وبعد كده الاهل يكتشفوا. وفي اهالي بتبعت لنا تقول لنا مثلا المكان ده ما ينفعش معايا، هل بتقدروا ترجحوا لي مكان تاني؟ بنفضل بنساعد باستمرار على السوشيال ميديا كمان، يعني عشان الاهالي بيسهل لها ان هي تبعت لنا على السوشيال ميديا فبنتواصل اكتر through messages يعني من خلال المسجز. اوكي طيب هل في فئه معينه بتتعاملي معاها في منصه كلنا من ذوي الهمم ولا هي متفرعه لكل حاجه؟ هي احنا حاولنا ان احنا نخليها متفرعه على قد ما نقدر. معظم يعني الفئه العمريه اللي ممكن نكون بنتارجت دلوقتي او يعني مركزين عليها دلوقتي هو من اول الولاده لحد 15 سنه. اوكي دي يعني الفئه العمريه اللي دايما تلاقي الاخصائيين والمؤسسات والجمعيات وكده بيشتغلوا معاها، لكن في نفس الوقت حطينا برضو المراكز المهنيه وحاطين برضو لسه هنزود الاماكن اللي بتوفر فرص عمل لذوي الهمم وهكذا. يعني ابتدينا ان احنا والحمد لله الاسبوع اللي فات كمان قابلت ناس في يعني كان في فورم تبع وزاره التضامن الاجتماعي، كان في ملتقى للناس اللي بتقدم خدمات لذوي الهمم وقدرنا ان احنا ندخل بقى فكره في مشروع طبعا تبع وزاره التضامن الاجتماعي اسمه موده، ده بيمرن ذوي الهمم على المقبلين على الجواز. فدي نقطه مثلا طبعاً. مش الناس مش عارفه عنها، فهو اكنك بتطمني الاهل انه احنا معاكم من الولاده لحد ما يبقوا مستقلين بذاتهم تماما، مش محتاجين تقلقوا من حاجه. فالحمد لله ان في خدمات في كل فئه عمريه نقدر ان احنا نجيبها ونعلن عنها في المنصه بتاعتنا. طب اشرحي لي الجزء بتاع ان انت بتدوروا لهم على او بتعملوا لهم فرص عمل. بيحصل ازاي؟ يعني مثلا لو انا اعرف حد عنده ذوي همم بعمل ايه عشان اشوف لو تقدروا تساعدوني ان انا اجيب له شغلين؟ معظم الاهالي بتبعت لنا مثلا على انستغرام، بتبعت لنا تقول لنا انا ابني بنتي حد اعرفه عنده يعني سنه الفئه العمريه بتاعته بيواجه مشكله في كذا وكذا، ومثلا متعلم او غير متعلم وعايز فرص عمل، بيدور على فرص عمل. فاحنا بنبدا ندور عندنا في المنصه، او لو مش على المنصه بنشوف الناس اللي احنا نعرفها ندور له على ايه الاماكن اللي بتوفر فرص عمل تنفع للطلبات اللي هي الحاجات اللي هي بعتها لنا، الطلبات اللي هي بعتها لنا، وبنرد عليهم وبنقول لهم ان احنا خدمه مستمره، يعني انتوا لو ما وصلتوش لحاجه تقدروا ترجعوا لنا وندور معاكم تاني. ولو طبعا ما قدرناش نوصل لحاجه بنقول لهم كل وضوح ان احنا مثلا ما قدرناش نوصل لحاجه في المنطقه دي او في الحاجه المعينه اللي هم بيسالوا عليها. ولو في ابديتس بنعلن عنها طبعا على طول. تفتكري يا ملك في اسر ما بتعرفش تتعامل مع اطفالهم من ذوي الهمم؟ طبعا في اسر كتيره قوي بتبقى مش عارفه او مش فاهمه تعمل ايه او ما تعملش ايه، بيكونوا تاهين جدا ما بين مركز لمركز لاخصائي، بيكونوا كمان يعني مش عارفين معلومات كفايه، خايفين يكونوا بيدوسوا على اولادهم زياده او لا. فطبعا كل ده زي ما الاطفال بتبقى محتاجه دعم الاهالي كمان بتبقى محتاجه دعم طبعاً. عشان كده بنعلن كتير قوي عن حاجات دعم ايفنتس دعم للاهالي يقدروا يشاركوا فيها معلومات مع بعض. غير كده برضو مع البيج بتاعه المصطلحات والموارد احنا مزودين لهم بيج تانية فيها كل المنصات اللي على انستغرام اللي فيها اهالي بتتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتها او التجربة بتاعها او التجربه بتاعتها. دايما بنحط لهم اماكن بتشير الحاجات دي سواء اهالي او عندهم طفل مثلا عنده داون سيندروم او طفل عنده توحد وبيحكي رحله ابنه كلها. فطبعا دي بتبقى مفيده جدا ان الاهل يعرفوا انت ممكن توصلي لايه وممكن تعملي ايه وممكن تبداي منين. ومعظم الناس بتكون فعلا يعني لطيفه وبتساعد طبعا. ايه هي الحاجات الاساسيه اللي المفروض او لازم تكون موجوده في حياه اي حد من ذوي الهمم؟ الدعم مهم قوي، ان هم يحسوا انه في حد هيدعمهم وهيشجعهم
وان ما فيش حاجه ما يقدروش يعملوها، يعني انه انك انت ما فيش حاجه تتكسف منها، يبقى عايش حياته طبيعي، ما يحسش انه طب خلاص لا اقعد، بلاش تنزل النهارده، بلاش نروح نلعب الرياضه دي، بلاش نروح نعمل الاكتيفيتي ده. مش المفروض ان هم يحسوا الشعور ده، لان هم ما فيش اي اختلاف. انت مجرد هتعيش حياتك بطريقه مختلفه، لكن مش معناها ان انت في فرصه مش متاحه بالنسبه لك. انا بشوف ان بجد ما فيش اي اختلاف، لدرجه ان احنا بنشوف منهم فعلا ابطال احسن من اي حد. بالظبط بالظبط، يعني هو لازم يحس انه في ايه، يدور على الحياه المناسبه بالنسبه له اللي تريحه وتدعمه وتخليه. هو التغيير دايما بيكون في اوله صعب. فاوله صعب طبعا، هو دايما بيقول لك انه الحياه وانت عندك طفل ذوي همم هي مش هو مجرد طريق مختلف. بالزبط. او بتاكنك يعني في زي قصه كده، لكنك رحتي رحله لبلد مختلفه. هي حلوه، هي حلوه جدا، وبس هي مختلفه عن لسه انت مش متعوده عليها، الرحله اللي كل الناس راحتها. بالظبط. فهي محتاجه تعود، ومحتاجه انك انت تتعودي على ايه، تفهمي ابنك او تفهمي بنتك ايه الحاجه اللي هم بتريحهم وبيحبوها ويقدروا يبقوا احسن فيها. ويعني السعاده برضو مهمه جدا طبعاً. جدا للاطفال، مهمه بالنسبه للكل. الكل. لو في اي ام اكتشفت ان طفلها من ذوي الهمم، ايه هي اول خطوه لازم تعملها؟ هي على حسب اكتشفت ازاي، هل تشخيص مثلا، اخذت بالها او تشخص؟ اخذت بالها دي طبعا حاجه حلوه قوي، هي تبدا ان هي تروح لاخصائيين تسالهم هل ابدا منين. طيب الحاجات دي مثلا حاجات يعني مثلا فيزيكال في الجسم، هل بصريه، هل ذهنيه، هل حاجه لا مش مالهاش دعوه بالبيولوجيه بتاع الجسم، ليها دعوه بانه مثلا في التعليم، في حاجه حركيه، كل يعني طبعا بتبقى رحله طويله جدا. انا عارفه ان هي بتبقى صعبه على الاهل عامه، بس طبعا تبدا من النقطه دي. وكمان في دلوقتي فورمز بتساعد الاهالي، بتنشر توعيه يعني. انا بس مش فاكره هي كان اسمها ايه. أوكي. اسمها نتابع سوا، تبع وزاره التضامن الاجتماعي، عاملين زي فورم كده باك تقدري تتابعي بيها تطور ابنك منذ الولاده، وتشوفي لو انت شايفه في اي حاجه مختلفه عن الطبيعي، زي فورم كده تكتبي ايه الملاحظات بتاعتك، وبعد كده بتقدري بقى تروحي منها انك انت تطلبي مساعده من اخصائي او دكتور او تبداي تتابعي يعني. فهي طبعا المتابعه، ويسالوا الناس اللي عندها خبره طبعا في الموضوع. اتعاملتي دايركتلي مع حد من الامهات او الاهالي قبل كده؟ انا عندي يعني انا بشتغل تقريبا يوميا مع، بس انا سبيسيفيكلي مع صعوبات التعلم، ومن خلال بقى كلنا يعني بنسبورت الاهالي اللي بتواجه معاها اولاد او بتواجه بقى صعوبات مختلفه يعني. طب ممكن تقولي اكتر حاله او اكتر ام او اب انت تاثرتي بيهم؟ مفيش حاجه معينه. انا بصراحه يعني بحترم قوي الاهالي اللي بجد بتعمل مجهود عشان ولادها، وبتكون يعني ما تحسسهمش ان هم عبء عليهم. دي بالنسبه لي بتبقى حاجه مبهره جدا الصراحه. بيبقوا دايما بيدوروا على ايه الحاجه اللي هتسعد ولادهم، عايزين دايما يشجعوهم، يزقوهم للاحسن، عايزينهم يتطوروا ويعملوا حاجات، سواء بقى رياضيا، علميا، اجتماعيا. يعني انا بحترم جدا الاهالي اللي فعلا بتدعم ولادها بالطريقه الصحيحه، وان هم عمرهم ما يحسوهم ان هم عبء عليهم. يعني في بعض الاهالي بيعزلوا اولادهم عن المجتمع لان هم مثلا من ذوي الهمم، لان هم بيكونوا خايفين عليهم مثلا من التنمر. تقول لهم ايه؟ طبعا لسه في جزء كبير من المجتمع ما عندوش الوعي الكافي عن كيفيه التعامل مع اشخاص ذوي الهمم، وبالتالي بنواجه الصعوبه الكبيره بتاعه الدمج في المدارس. طبعا الفكره انه اصل انا مش عايز ابني مستواه ينزل،
والحاجات دي طبعا كلها غير صحيحة. بس الموضوع ده في المدارس اتحسن برضو شويه صح؟ اتحسن طبعا، لان انا يعني طبعاً باخد بالي ان الحاجات دي بقت في المدارس في احسن كتير، وبقوا يتعاملوا معاهم بجد يعني، بشوف كده يعني من حتى في مدارس مختلفه. في جزء من المدارس الحمد لله ابتدى ان هو يدعم الموضوع بطريقه احسن بكتير، ان هو يبقى فيه يعني زي يونت دعم تعليمي، اللي هو انت هتكون في الكلاس بس مثلا لو انت محتاج مساعده زياده هنعملها في وقت تاني بعد لوحده الحصه او في بعد وقت الحصه تاني. لكن هو طبعا في الكلاس وفي كل الحصص كل الاكتيفيتيز دي حاجه مهمه جدا لنفسيه الطفل، ودي بتنشر وعي جامد جدا ضمن الاطفال وضمن الاهالي. طيب الاهالي اللي بيعزلوا ولادهم، لا الاهالي هتقول لهم ايه؟ الاهالي اللي بيعزلوا ولادهم انا بعتبر ان هو قلة معرفة. يعني هما احنا بنحاول ننشر الوعي على قد ما نقدر، فلو هو بيعزل ابنه مجرد خوف انت محتاج ان انت يعني تتجرأ شوية. طبعا في جزء بيكون مش فاهم او مكسوف، في جزء بيكون خايف على اولاده. فالجزء اللي خايف على اولاده لازم يكون عنده الجرأة شوية ان هو يشتغل على نفسه طبعا اولا عشان يقدر يساعد ابنه، لان هو بيكون الخوف ده حاجه ليه هو خايف على مشاعر ابنه، خايف ينزل بابنه فيواجه صعوبه في التعامل مع الناس، الناس تبقاش حابه تتعامل معاه. لا طبعا يعني دي بترف يعني بتكون منعكسه من خلال الاهل. الاهل لو عاملين زي نظام انا حابك ان انت تقعد مع ابني وتتعامل معاه بالطريقه دي، هو الناس هتحترم ده او يعني لازم تحترم ده، لانه الاهل هي اللي بتقولك، الاهل اللي بتقولك تتعامل ازاي وتعمل ايه وايه اللي ابني بيحبه وايه اللي ما بيحبوش. مش كده بقول لازم يتواصلوا مع ولادهم. والجزء المكسوف، الجزء المكسوف نعتبر ان هو مش فاهم كفايه طبعاً، او مش عارف كفايه او فاكر ان هو مش هيوصل لحاجه. فنشر الوعي ده دورنا كلنا الصراحه في المجال، ان احنا يعني احنا الحمد لله ده دورنا كلنا في المجتمع بالظبط. الحمد لله الـ الـ الدوله بتدعم قوي ذوي الهمم، ده هيشجع الاهالي جامد جدا ان هم يحسوا انه لا انا ابني هيكون مسموع وقادر ان هو يعمل حاجه في المجتمع وهيكون سبورتد في بلده، فانا بالتالي هتشجع ان انا ابتدي اشوف ايه المجالات اللي تقدر تساعده وابدا يعني اكون شخصيته ان هو يقدر يكون شخص فعال في المجتمع. طيب ملك، انا عايزاكي بقى تقولي لنا احنا كافراد في المجتمع ازاي نتعامل مع الاهالي ونتعامل مع الاطفال من ذوي الهمم. يعني بنشوف مثلا ناس تلاقيهم بيديهم اول ما يشوف حد من ذوي الهمم او من اهالي ذوي الهمم تلاقيه مثلا بيعاملوا معامله مختلفه ممكن تكون خاصه بزياده عن الباقي، هل ده مثلا بيأثر في نفسيتهم؟ هو دلوقتي ذوي الهمم يعني كلمه بيتفرع تحتها حاجات كتيرة جدا طبعا. جدا جدا، فما اقدرش اقول لا ده في طريقة معينة، لا مفيش طريقة معينة، كل شخص ليه طريقة للتعامل معاه، زي ما في الأطفال كل طفل شخصيته مختلفة عن التانية. احنا كلنا كأفراد لينا الطريقة اللي بنحبها أو ما بنحبهاش. لو هو احنا نسأل الطفل انت تحب ان انا اعمل ده ولا ما اعملش ده، ينفع احضنك ولا ما احضنكش، ينفع نقعد مع بعض نلعب شوية ولا لا، الموضوع بيرجع للفرد. لو الفرد مش قادر يتفاعل يبقى يرجع للأهل، ان احنا نسأل الأهل هل ينفع اعمل كده ولا لا، طب ممكن اقعد معاكم هنا شوية، ممكن يروح يلعب مع ولادنا شوية او لا، ايه الحاجة اللي بتريحه. طب في الحياة الطبيعية يا ملا، يعني مثلا احنا ماشيين مثلا رايحين نادي ولا رايحين مدرسة ولا رايحين اي حاجة وقابلنا طفل مثلا مامته من ذوي الهمم، نتعامل ازاي؟ المجتمع المفروض يكون عارف ايه ومش عارف ايه في الطبيعي؟ في الطبيعي المفروض نتعامل عادي، انا مش مفروض اتعامل ان حد مختلف عني بالزبط. فيعني مش ما بصش للموضوع ان هو مختلف عني ان انا احسن منه طبعا، لا يعني هو مش احسن، انت ما تعرفوش يعني انت ما تعرفش هو يقدر يعمل ايه. طب انت ممكن يكون هو في الاولمبيكس مثلا، صح. هو ده عامل انجازات اكتر بكتير، صح. فما ينفعش ان انا يعني لازم الغي فكره ان انا احط اكسبكتيشن معينه او يعني توقعات معينه. مفيش حاجة اسمها ان انا احط توقعات على شخص اول مرة اشوفه، لا بتعامل بستكشف بشوف ايه اللي ينفع اعمله ايه اللي ما ينفعش اعمله. دور الاهل كمان في البيت مهم، ان هي بالزبط. تفهم ولادها
ان هو مختلف عنكم مش معناه ان انتوا احسن او اوحش. بالظبط. بس مثلا فكره ان احنا نقطع او نتكلم مع اولادنا عن ان هو ما يتنمرش من حد شكله مختلف عنه. بالظبط. لمجرد انت ما تعرفش عنه حاجه وممكن يكون بيعمل حاجات اشطر منك بكتير فيها عن اللي انت بتعمله، وممكن اشطر في حاجه انت ما بتعرفش تعملها او انت اشطر في حاجه هو ما بيعرفش يعملها. فهو كله يعني دمج مجتمعي رهيب، يعني هو احنا كلنا افراد مختلفين عن بعض. بالظبط. بالظبط. فهي بس لازم الناس تبطل تحط توقعات من بدري، او يعني ان انا احكم على شخص من قبل ما اعرفه وبس. ويعني من هنا بتيجي يعني فكره الدمج، ان انا اشوف ايه اللي بينفع الشخص ده واعمله. ملك، انا يعني مبسوطه جدا ان انت كنتي معايا النهارده. انا اكتر وافدتينا بمعلومات كتيره جدا بجد. انا شايفه ان المعلومات دي مهمه جدا للاهالي اللي عندهم اولاد ذوي همم، وكمان للمجتمع حتى، يعني لو حد مش عنده نفس الموضوع لكن هو المفروض ان هو يفهم. النهارده انا فهمت منك حاجات كتيره، يعني فهمت انه فعلا هو على فكره هو مش معنى الاختلاف انه دي حاجه غلط، لا هو مختلف، ده شيء وده شيء تاني. بالظبط. نورتيني يا ملك. انا اتشرفت قوي بجد، ميرسي على اهتمامكم بالمنصه بتاعتنا واستضافتكم لينا النهارده، بجد ميرسي جدا جدا. ميرسي يا ملك، اتشرفت بيكم. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.